ما عادش يهمني باش نرسل الملف نتاعي اللي هو فيه تصاوري وفيه غناياتي منتجات. وفيه البروجي نتاعي وفكرة عن البروجي وفيه اسماء الناس اللي تخدم معايا وملف كامل كتاب يبدا انا تبعثه، معناها في حين انه فما ناس اخرى لا تبعث شيء، معناها لا يحضر لك كتاب يحضر لك ملف لا ميم با يدوس يبعثوش ما يبعث شيء، وكلموه هما يبداو يلحلحوا بيه باش يجي يغني، معناها وتلقاه صوته معناها يغني مشايز ولا تلقاه جاي باش يشفى من الامراض النفسيه نتاعو الى غير ذلك. يعني اخو صعبانيت صعبانيت. فرانشمون انت